مثواه الأخير يوم الخميس في مقبرة الشهداء في منطقة ضاحية البلدية في المنطقة الجنوبية من المدينة. هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة بعد إطلاق صاروخ على أراضيها من القطاع المحاصر، وحمل وزير الدفاع حركة حماس مسؤولية الهجوم مهددا بالرد على أي اعتداء يمس إسرائيل. وفي السياق ذاته حذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن إسرائيل سترد على أي هجوم على أراضيها، وهذا بعد إطلاق صاروخ من غزة على جنوب إسرائيل وتبادل إطلاق نار بين إسرائيل وسوريا في هضبة الجولان. في الشأن السوري، قالت شبكة سانا في ريف دمشق إن الجيش الحر في السيدة زينب اعتقل عناصر من حزب الله اللبناني بينهم قائد في لواء العباس. وأفاد المركز الإعلامي السوري بقصف مدفعي وصاروخي عنيف على مدينة الحجر الأسود بدمشق، فيما أفادت تنسيقية خرب غزالة في ريف درعا بأن قوة النظام قصفت البلدة بكثافة من اللواء 52. ومن جانبه أعلن الجيش السوري الحر عن انتشار علني وغير مسبوق في قلب العاصمة دمشق لعناصر من حزب الله والحرس الثوري الإيراني، مؤكدا أن تحركات قوات النظام السوري تنذر بعملية كبيرة في العاصمة. أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن بلوغ حل سياسي في سوريا يستدعي إحداث توازن بين النظام والمعارضة، مؤكدا أنه لا بد من توفر ضمانات لإمداد المعارضين بالسلاح. وقال لوران فابيوس إنه لا بد أن يكون هناك حوار جاد بين المعارضة وعناصر من النظام ليس بينها الرئيس السوري بشار الأسد لتشكيل حكومة انتقالية. وأضاف الأسد يقول إنه سينتصر في المعركة قائما منذ نحو سنتين لكنه لن يقدر على ذلك. أعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور عن نية الحكومة إعلان الشمال منطقة منكوبة، موضحا أن عدد اللاجئين السوريين في المملكة وصل إلى 450 ألف، مبديا قلقه من إمكانية حدوث تصعيد جديد في الأزمة قد يؤدي إلى لجوء ما لا يقل عن مليوني سوري إلى الأردن. وتوقع النسور حدوث انفجار كبير في الداخل السوري ما سينعكس على حركة تدفق اللاجئين، موضحا أن تقديرات الأمم المتحدة لعدد اللاجئين ستصل إلى مليوني لاجئ. أصيب 8 مدنيين بجروح في انفجار عبوة ناسفة داخل مرآب وسط كركوك في شمال بغداد، وأفاد مصدر في شرطة محافظة كركوك إن العبوة الناسفة التي تركها مجهولون داخل مكب للنفايات في مرآب للسيارات قد انفجرت أثناء توقف حافلة بالقرب منها في منطقة رأس الجسر وسط كركوك، مما أسفر عن إصابة 8 مدنيين، 2 منهما في حالة خطيرة. بعد ترشحه إلى الانتخابات المزمع إجراؤها في 20 أفريل الحالي، قتل صلاح العبيد من طرف رجال مسلحين اقتحموا مكتبه ببغداد. ويعتبر صلاح العبيد من أكبر المحامين والناشطين السياسيين في العراق. كنزة خالدي والتفاصيل. في يوم من أيام شهر مارس المنصرم دخل رجال مسلحين إلى مكتب صلاح العبيد وهو محامي في بغداد، أطلقوا النار عليه فأردوه قتيلا قبل أن يغادروا دون أن يلاحظ جريمتهم أحد، حيث لم يتم اكتشاف جثته سوى بعد فترة من قبل صديق له. حميد أحد أصدقاء صلاح العبيد وصف قتل هذا الأخير بالجريمة السياسية لأنه ترشح للانتخابات المقبلة. إن هذا الرجل بأصالته وعروبيته ووطنيته كان يسعى أن يخدم العراق، كان يسعى أن يخدم العراق، ولهذا اقتصت منه الأيادي المجرمة، الأيادي القتلة. إضافة إلى عمله كمحامي وسياسي، كان صلاح العبيد ينشط في القائمة العراقية، إحدى الكتل السياسية اللايكية الأساسية في العراق ولها شعبية بين الأقلية السنية. أتمنى من الدولة أن بس تطلع القاتل الحقيقي، القاتل الحقيقي، أكد لك على هذا الكلام، القاتل حتى نعرف يا جهة اللي وراء هذا، حتى مو إحنا نعرف، حتى العراق كله يعرف شنو هذا الاستهداف هذا اللي يومية بس بمنطقة السيدية خلال 10 أيام أو 15 يوم فوق 20 واحد انقتلوا. الجميع يتهم قوات الأمن بالدفاع عن الشيعة على حساب السنة، ما يزيد في غضب المتظاهرين الذين يخرجون كل يوم جمعة للتظاهر في المناطق ذات الأغلبية السنية ضد الوزير الأول الشيعي نور المالكي.
في لقاء صحفي مشترك جمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الكوري الجنوبي يون بيونغ سي، أعرب كيري عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لحلفائها كوريا الجنوبية واليابان، وهذا ضد تهديدات كوريا الشمالية النووية. التفاصيل مع محمد قريشي. بلهجة حادة تعهد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بنظيره الكوري الجنوبي يونغ بيونغ سي بواشنطن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحمي حلفائها الجنوب كوريين واليابان في مواجهة التهديد النووي لكوريا الشمالية. سوف أكون واضحا اليوم، نحن الولايات المتحدة الأمريكية سنحمي أنفسنا وسندافع عن حليفتنا جمهورية كوريا. ما اختار كيم يونغ آن فعله هو استفزاز إنه خطير وغير معقول. الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل أبدا أن تملك كوريا الشمالية السلاح النووي. هذا وقد أكد جون كيري خلال المؤتمر الصحفي أن الولايات المتحدة الأمريكية متمسكة برفضها لمشروع كوريا الشمالية النووي، منددا بالتهديدات الأخيرة لبيونغ يونغ والتي صعدت من لهجتها، خاصة بعد تهديدها بغلق المركب الصناعي المشترك كيسونغ ومنع الكوريين الجنوبيين من الدخول إليها. تحالفنا الذي نحتفل بذكراه الستين سيبقى حاسما بالنسبة للوجود الأمريكي في آسيا ويضمن السلام والاستقرار في المنطقة. فهل دعم جون كيري لسيول سيخفض من حدة التهديدات المتكررة لبيونغ يونغ ويهدئ التوترات بين شقيقتين؟ تأمل السلطات الانتقالية في غينيا توصل بسرعة إلى اتفاق مع المعارضة لتنظيم الانتخابات التشريعية التي تم تأجيلها عدة مرات، وهذا بفضل وسيط حسب وزير الخارجية لونسيني فال. وبخصوص الأزمة في مالي، أكد هذا الأخير أن بلده العضو في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تشارك في البعثة الدولية لدعم مالي ميسما التي تضم أزيد من 6000 جندي من إفريقيا، موضحا إلى أن بلده أرسلت 140 جنديا إلى مالي. إذن ما يحدث في مالي يهمنا في غينيا، وما يمكننا تقديمه لمالي هو شراكة في كل الميادين. مسألة مالي بالطبع كانت موضوع حوارنا، تعلمون أن هذا البلد مجاور لغينيا ونحن أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إذا تحدثنا عن مالي كما تباحثنا عن تطورات الأحداث في مالي. لقد أرسلنا مجموعة مكونة من 140 جندي موجودين على الميدان، ومن المحتمل أن نرفع هذا العدد، لكن في الوقت الحالي لدينا فرقة على الميدان. توالت ردود الفعل المنددة بعد اعتراف جيروم كاوزاك وزير المالية المستقيل مؤخرا من الحكومة الفرنسية بامتلاكه حسابا مصرفيا في الخارج بعد نكرانه ذلك طويلا، حيث طلب الوزير الأول الفرنسي جون مارك أيغو من وزيره للميزانية السابق بعدم ممارسة المسؤولية السياسية مهما كان شكلها. نعم، لقد قلت له إنه كذب وأن ذلك بالنسبة لي شيء خطير جدا، وهو اعترف بأنه كذب وقال